على موزايك اف ام. سلام اهلا بتونس. ايا وينك؟ نعرف نعرف ماكش لاباس، تعبت وتعبتنا معاك يا تونس، خاطرك ما تحبش تولي لاباس، ما تعمل في حتى شيء باش تولي لاباس. هات نبداو بالاولويات. قاتلك المغرب نفاد أسرة الإنعاش في أغلب المستشفيات، تكرر مشاهد الازدحام دون ارتداء الكمامات، تتالي صيحات الفزع والانتقال إلى مرحلة اختيار المرضى. هذا هو السيناريو الإيطالي اللي ياما نبهنا منه وضربنا ناقوز الاخطر. ما سمعتوهوش؟ سمعهم ناقوز الاخطر منذر صحيت. تعرفش معناها ولا ليه؟ معناها انت كان اللطف يمرض واحد قريبك ولا واحدة قريبتك وتصعب حالتهم ولازم يحطوهم في الانعاش باش يتلزوا الطبة يختاروا بينهم هما وبين عباد اخرين، خاطر البلايس ما فماش في الانعاش. سيدي جات بلعت، معناها باش يشوفوا شكون فيهم عنده اكثر امل باش يمنع، شكون فيهم صغير في العمر ما عندوش امراض مزمنة مازالوا ينجموا يمنعوه، يرقدوه هو ويتلهيو بيه والاخرين يخليوهم الرحمة ربي بالفلاقي يموتوا. ومش غلطتهم راه، خاطر ما عندهمش حل اخر. فهمتوا وين وصلنا؟ باهي توخنت فهموا في حاجة. الدولة اللي عندنا سايب عليكم منها، ما تعملوش عليها لهين يتعاركوا وينمروا في بعضهم ويعملوا في البيز، عملوا على رويحكم. توا الناس اللي تحظب على الترانسبور ما عندك ما تلوم عليهم، ما عندهمش حل اخر. اما العبيد اللي تحظب في الشارع وفي الحومة وفي الكولوار وتبدأ تتعايط وتقصف في بعضها بقذائف الطش وتتكيف وتنفخ في وجوه بعضها بالغازات السامة، لا ماسك لا والو، عليه عليه تعملوا في كورة اكسيليري متاع كورونا، تحبوا تكملوا قبل الصيف؟ تعرفش كيفاش؟ دبروا روسكم، اتحملوا مسؤوليتكم. اما من بعد ما تبداوش تتبلعتوا وتقولوا مش منا، الاعلام ما قال لناش، وانا نعرفكم مليح. خل نمشي للاولويه الاخرى. شوف المشهد اللي عندنا اليوم محليه في الصباح والرباح. قال لك علي الكعلي خلال مصادقه البرلمان على قرض لتمويل ميزانيه الدوله، حريصون على خلاص الديون وسنواصل صرف الأجور وجرايات التقاعد. بارك الله فيك، يطمن قلبك خوي، باش تخلصوا الديون والله يرحم والديك مخلصين، وباش تصبوا الشهاري ولا انتريت متاع العباد زادة. ميسي ماني فيك مقوى سعدنا، هنيئا لنا بالدولة اللي عندنا. أما استنى ساعة، إجا نمشيه للمغرب. قالك وزير المالية علي الكعلي يعلنها من مجلس النواب، البلاد في حاجة إلى الاقتراض لسداد الديون والأجور. أيواه، باش نتسلفوا باش النجم نخلصوا الشهاري ونخلصوا اللي تسلفناه قبل. بالطبيعة هذا إذا لقينا شكون يسلفنا من غير ما نترهنوا عنده مدى الحياة. يا أريج زفري راي خلط أجين ناجين، احنا زفرنا قبل، ما يسالش نعاودو. يا منذر سمحهم قناقوس الخطر.